عشاق العقار، مرحبا ألف مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية الرائعة، في العروض العقارية المتميزة من ناحية التمام، من ناحية الديكور، من ناحية الفينيسيون والمواقع كذا. اليوم جئت لكم شقة من فئة السكن المتوسط ولكن بواحد الفينيسيون اللي رائعة، وواحد الثمن غادي تستلموها. غادي نهضر على الثمن من الأول، الثمن ابتداء من 51 مليون شقة اللي تاخذ فيها صار 5 جوج. ماشي غير هادشي، غادي تاخدها في العمارة اللي هي صغيرة من الفئة ديال الشقق اللي تيجي في الناس، سواء ديال الاف بلوس دو ولا الاف بلوس تخوا، فهي عدد السكان اللي فيها عدد قليل، كتلقى فقط جوج ديال الشقق كل طابق. والحاجة الزوينة فيها هي انك كتروح كتلقى هاد الصالون والسجون، كتكون طرونكيل وانت في دارك. مثلا كان عندك ضيوف في البلاصة ديال الاستقبال اللي كنحددوها حنايا في الصالون ديالنا المغربي، فها هي الصالون المغربي اللي هو كبير. وهذا الثمن تاعو راه قام بالتفاوض، شقة واحدة في الطابق التنين وشقة في الطابق الثالث. إذن سيداتي سادتي، طريق رحيل من مدينة مكراس، مدينة العروض العقارية الرائعة، مدينة التنافسية اللي كتصب التنافسية الإيجابية اللي ما كتصب إلا في صالح المشتري، أنه كيتخيل ويتعزل في العروض اللي كيف ما بغى وفي الموقع اللي بغى. داكشي علاش كنقول لكم عيطوا لي في التليفون واجيو تشوفوا هاد العروض العقارية. وما تنساوش تضغطوا زر الإعجاب والاشتراك إلا فريمون ولا بصح كنقوموا بواحد الجهد اللي هو كبير من أجلكم، من أجل أننا نقوموا بالتصوير ديال أحسن العروض العقارية اللي تستاهلوا. دابا دخلت للغرفة رقم واحد، كل غرفة راه عندها الميزة ديالها بدافع العقار. عندي الغرفة رقم واحد هادي، غرفة رقم واحد فيها بلاكار ديالها. وحاجة أخرى اللي كاينة زوينة في هاد الغرفة هادي هي أنها عندها البالكون ديالها والسقف ديالها مصاب بالقوس، وشي حاجة اللي هي أرضية. بالنسبة للموقع فين كتواجد بكم، كتواجد بكم بالحي ديال المنصور. الناس اللي كتشاهدوا من خارج مدينة مكراس ومكتعرفش الحي ديال المنصور، أجي نحكي لكم القصة ديالو. هذا راه حي اللي هو قديم في مدينة مكراس، ماشي حي اللي عاد كيبدا النشاء ديالو، وغادي تكون تقلب على المرافق باش قريو كيداو، تقلب على المدرسة والترونسبور فين جا والجامع فين جا والأبناء، كلشي جا قريب لحدا هاد العقار هادي اللي كتشاهدوا معايا، كلشي جا حداه. مثلا بغيتي المسجد غتلقاه، بغيتي الطاكسي غتلقاه، الطوبيس بعادين على اقل ولا اكثر تقدير، نقدر نقول لكم واحد جوج ديال الدقائق، ثلاثة ديال الدقائق، شيئا ما غريب هاد الشيء اللي كنقول لكم. وراه بحال هاد النوع ديال العقارات راهم في كودي، صدقوني اننا كنكدو ونشاهدو لك راه ما تلقاوهمش. عندي هذه الغرفة رقم اثنان، غرفة الوليدات، هذه الوليدات تاعي بصراحة نديرها واش نديرها هذه الغرفة هذي راه تيطلع للباكون، الباكون اللي خارج من هاد المطبخ الجميل والمطبخ الكبير. راه الباب ديالو، اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب اعزائي المشاهدين، اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب، فما عليه الا الاتصال والتواصل معي، وانا راهن على الخدمه وراهن على الاشاره من اجل زياره ميدانيه، زياره حقيقيه في ارض الواقع، ماشي فقط في العالم الافتراضي عبر فيديو ولا عبر شرح. راه ممكن يتواصل معايا وانت الا تعثر عليا الاجابه، فكنطلب منكم الاعاده والمحاوله مرات. كيفاش كيكون عندك جوج اتصالات او ثلاثة اتصالات في الحمام كما نقولو الدور الجنيني، الاتصالات الوالدة. هنا الغرفة ديال الوالدين فيها واحد الطواليت صغيرة، دوش ديالها فقط، دوش واحد الباطو ديالو، بلاكارات، بلاكارات في الغرفة ديال الوالدين، عندها بالكون ديالها. كنحتفي انني نصور لكم الاشياء اللي صورها لكم، اذا طولت في الفيديو راه الفيديو غادي يولي فيديو ممل، هادشي علاش كنحاول كنحرص ان الفيديو تكون فقط قصيره ومده اللي ما كتعداش 4 أو 5 دقائق. كنقول لكم اعزائي المشاهدين، دمتم في رعايه الله، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك. نعاود لكم اهم الامور، كتواجد بمدينه مكراس احدى العقارات اللي كتواجدوا في العماره اللي هي صغيره في عدد السكان اقل من المعتاد، بثمن ديال ابتداء من 51 مليون بالنسبه للطابق الثالث، الطابق الثاني 52 مليون. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، مع السلامه.